بمناسبة يوم الطفل العالمي، قدم خريجو دورة المركز الثقافي الروسي وبالتعاون مع وزارة الثقافة السورية توليفة متنوعة من الفن الروسي على مسرح الحمراء بدمشق. هذه الحفلة الموسيقية، هذا الموسيقى والرقص وشعر التي تقوم بها الأطفال والكبار من مركز ثقافي روسي، من تلاميذ وطلاب المركز الثقافي الروسي لأطفال سوريين. طبعا هناك كثير من المحاور أخرى للعمل مع الشبيبة والأطفال، هذا عمليات خيرية كذلك عندنا متطوعين المركز من شبان من الزواج المختلط سوري روسي، عندنا عروض الكتب للأطفال، وبعد ذلك نحن نوزع هذه الكتب للدارسين اللغة الروسية، كذلك هناك نشاطات فنية كما قلت ودورات مختلفة، أول شيء دورات اللغة الروسية، دورات الموسيقى والرقص، وكذلك محاضرات تنويرية مختلفة عن تاريخ سوريا. عندنا واحدة روسية مختصة بتاريخ سوريا. الحفل يتضمن عدة فقرات، فيها مسرحية غنائية، طبعا نثر وشعر وغناء ورقص، فكتير للطفل هذا كتير ممتع وتنمي مواهبه خاصة باللغة، رح يسمع اللكنة واللهجة الروسية الحقيقية من الروسي الأصل، فكتير مهم أنه طالبنا بالمدرسة يسمع هذه اللكنة وشوف المسرح الروسي يتعرف عليه. اجتنا هون الدعوة على المركز الثقافي بمناسبة يوم الطفل العالمي، وقالوا لنا أنه في فعاليات كتير ممتعة للطلاب، ونحن بدورنا دعينا الطلاب اللي عم يدرسوا اللغة الروسية أنه يجوا على هذا الحفل حتى يتعرفوا أكثر على الثقافات عن اللغة الروسية وهذا الشيء. قدم خريجو دورة المركز من الأطفال رقصات الباليه والرقص الحديث ورقصات شعبية روسية وبيلاروسية وأوكرانية وفنلندية ورقصات السالسا، إضافة إلى لوحات الفن التشكيلي.